عقاقير تباع في السوق السوداء تدخل بطرق ملتوية. العراق يمكن البلد الوحيد اللي تمارس به هذه الملحفات أو هذه المنشطات بدون رقابة، لأنه انطلاقا من القول من أمن العقاب ساء الأدب. ليش يجيبون تهريب؟ لأن ما عندهم أشخاص صيدلانيين ولا عندهم إجازة ولا مكتب علمي، طيب. فما يقدر يستورد، فيتهرب من الجمرك، يتهرب من الإجازة، ويتهرب من كل شيء مختص بهذا الموضوع. زين. فالتجار يأخذوه عن طريق التهريب ويجي بكلف أقل حتى الربح يكون صافي إليه ويربح أكثر. حتى لا تخرج من تلك الوصفات التي تكتب بخط متعرج يروج لها مندوبون لا علم لهم بالأمور الطبية تملى عليهم من قبل المستورد. حتى الأطباء اللي يكتبون وصفاتهم بطريقة يعني ما مفهومة ما يتعاملون بها. نعم، لأنها ذات خطورة. يعني أنت هسه لو تلاحظ هي وين تروج؟ ما تروج بالصيدلة ولا تكتب، يكتبها مندوب. من هذا المندوب؟ طبيب صيدلاني عنده شهادة تخصصية في هذا المجال؟ أبدا. الطب لا يوصي بأخذ المنحفات أبدا. وداعا للكرش، وداعا للبطن، منتج عالمي. بعض منها يقال للتنحيف والبعض الآخر لزيادة الوزن، هذا ما يكتب في المنشور الداخلي لعلبة العلاج، لكن المحتوى الحقيقي لا يعلمه أحد. تدفع أموال طائلة مقابل إدخال هذه الكميات، توزع على شكل مكانات مخفية، ما توزع في مظاهر، تدخل تهريب، بالتالي يأتوها ما هم يسمون بالمندوبين أو من يعمل لبيج كما يسمى في اللغة الدارجة، وبعدين ينزل هذه المنحفات. لكن المؤلم بالموقف، وأنا أحب أن ينذكر هذا الموضوع، أنه للأسف بدأوا يستخدمون بعض الشخصيات البارزة، الممثلين، مطربين، شخصيات معروفة، وخاصة أخواتنا الممثلات والمطربات، تطلع تقول لك أنا استخدمت هذا المنحف خلال كذا يوم، سوالي هيك خفف، وأنا أقسم بأنها لم تتناوله. المنحف أبو 50,000، 50,000 بغير مكان، يقول لي تلقاه $100. يعني الرسمي مفروض. ليش $100؟ يعني أنا ب50,000، لأن ذاك جايبه عن طريق رسمي وصحيح. يعني رسمي وصحيح، متقمرك داخل تقييس السيطرة النوعية، مجاز من وزارة الصحة، مختص، ما عليه أي مادة قانونية، ما محاسب. المستهلك يأخذه دون دراية طبية إن كان يناسب وضعه الصحي أم لا. يشربها المريض أو يشربها، يحاول أن يتخلص من الدهون ومن بعض المواد الأساسية التي ترفع الوزن، تدخل في عمليات معقدة، هم يدخلوها ضمن عمليات ربما تكون خارج عن نطاق الطب، خارج عن نطاق الصحة، ولذلك سببت الكثير من الأمراض وربما حتى الوفيات. من بغداد، مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.